نعم نعم لنا شيء. نعم إن شاء الله، كما في حديث أنس صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس وبينما هو يحدث قام عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ لا. قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. الله صلى الله. قال أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله المرء مع من أحب. ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم.